السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب فيكم مشاهدينا الكرام في برنامج هيلثي لايف الرياضي. من خلال برنامجنا نساعدكم على زيادة لياقتكم البدنية وتعزيز صحتكم العامة وتحسين عاداتكم الغذائية، وكذلك نقدم لكم فقرتين. الفقرة الأولى عبارة عن نصائح عن التغذية ونصائح عن التمارين. الفقرة الثانية نقدم لكم فيها مجموعة تمارين، ومن خلال هذه التمارين نشرح لكم بالشكل الصحيح والخاطئ على أساس تستفيدون بالشكل الصحيح. ومن خلال هذا الشهر الفضيل نحاول قدر المستطاع أن نزودكم في المعلومات والتمارين على أساس تخدمكم وتحافظون على صحتكم العامة. أول شيء طبعا في هذه الحلقة راح نتكلم عن أفضل نقطة وعلى أفضل طريقة أنك تتعامل مع جسمك من خلال السمنة ومن خلال الحفاظ على تمرينك بشكل صحيح وتستمر في تمرينك، وما هو هدفك اللي أنت حاب أنك تستهدفه في هذا الشهر الفضيل. طبعا الكل عنده هدف في هذا الشهر الفضيل، أنه مثلا ينزل في وزنه أو يزيد في وزنه أو عندك مثلا يحافظ على وزنه، وبعض الأشخاص ممكن يقول لك خلاص هذا الشهر أنا أريح جسمي وهذا الشهر أقدر أني أحافظ على جسمي، وبعض الأشخاص ممكن يقول لك أنا في هذا الشهر أضعف لأن ما أتناول كثير من الغذاء، وفي بعض الأشخاص ممكن اللي يتمرن في لعبة كمال الأجسام. طبعا دائما لاعبين كمال الأجسام يحاولون يحافظون على كتلتهم العضلية بشكل كبير على أساس أن ما الحجم العضلي أو حجم الجسم نفسه يصغر وياه. أول شيء الهدف الأول أو الطريقة الأولى، حدد هدفك. حدد هدفك خلصت، طبعا كل محدد هدفه الاهتمام بالغذاء بصورة كبيرة، وهي النقطة الأهم أنك تحافظ وتهتم في الغذاء بالشكل الصحيح وبشكل كبير. نقطة مهمة، أمر مهم، لا تخليك نقطة ثانية أحافظ على تمريني ومن بعد الغذاء. لا، الغذاء هو أساس الحفاظ على كمية العضل، وهو تغذية الجسم، وهو اللي يساعدك على الحفاظ على عضلاتك. وأيضا حاول قدر المستطاع تتناول الكربوهيدرات، تتناول البروتينات، الفيتامينات، المعادن، الألياف، هذه كلها راح تساعدك بشكل كبير على بناء جسمك بشكل صحيح والحفاظ على جسمك. ولكن لا تكثر من الأكل، لأن في وجبة الإفطار أو الفطور نفسها أشخاص يتناولون بشكل كبير الكثير من الغذاء، فبالتالي تسبب لهم التخمة، تسبب لهم الصدمة للبنكرياس، وأيضا راح يصير عنده عسر هضم وألم في المعدة، وممكن أن الغذاء يسبب له الغثيان بشكل كبير، وممكن تسبب له الارتجاع أو أمور أخرى. فبالتالي في هذه الوجبة بالذات حاول تأكل مثلا كمية قليلة من الغذاء، أو مثلا تتناول كمية قليلة من الغذاء ومن بعدها تجزئ هذه الوجبة على مرحلتين. المرحلة الأولى تتناول مثلا المقبلات، مثلا الشوربة والسلطة، ومن بعدها تنتظر لمدة 20 دقيقة وتتناول وجبتك الأساسية على أساس المعدة تهضم الغذاء اللي تناولته، أيضا تستوعب الغذاء اللي أنت تناولته، وخصوصا الألياف والسلطات تكون بكمية قليلة جدا. لا تتناول سلطات بكمية عالية لأنها راح تساعدك على الشعور في الإشباع، والمعروف أن السلطة نسبة أليافها عالية، فعملية الهضم تكون بطيئة جدا أثناء تناولها أو أثناء الهضم. فحاول أنك تتناول كمية قليلة جداً من السلطة، ومن بعدها تتناول وجبتك الأساسية. فأنت قسمت على مرحلتين بالصورة الصحيحة، ومن بعدها تحافظ على جدولك الغذائي خلال هذا اليوم. أما بالنسبة حق التمرين، التمرين أمر مهم لازم تحافظ عليه، وتتبع أمور كثيرة، وتتبع أوزان خفيفة على أساس ما تعمل تمزقات عالية من خلال هذا الشهر الفضيل، وممكن أنها تسبب لك خسارة في العضل بسبب الإجهاد العالي في التمرين بشكل كبير. وهذا كان موضوعنا اليوم، إن شاء الله أتمنى الجميع استفاد منه. تابعونا من بعد الفاصل بتمارين جديدة.
رجعنا لكم مشاهدينا الكرام من بعد الفاصل، راح أقدم لكم مجموعة تمارين مع الجهاز الموجود معنا في هذه الحلقة اللي هو الدامبلز زائد مثبت في سير المقاومة، وراح استهدف أكثر من مكان في اللي هو مناطق الجسم أو عضلات الجسم. التمرين الأول راح استهدف عضلات المثلثات، فبالتالي راح تكون طريقة التمرين بهذا الشكل. لاحظ أثبت الذراع بهذه الطريقة وأحرك الأكتاف إلى الأعلى بهذه الطريقة. لاحظ هذا التمرين راح يساعدني على استهداف اللي هو هذه المنطقة من منطقة الأكتاف اللي هي عضلات المثلثات المتصلة في الرقبة. لاحظ بهذا الشكل وبهذه الطريقة. طبعا الأهم في هذا التمرين أن لاحظ أن الكتف قاعد يصعد إلى الأعلى، فبالتالي منطقة الأكتاف قاعد تتحرك معي، أو منطقة الأكتاف عفوا قاعد تتحرك معي، فبالتالي منطقة المثلثات قاعد تشد بهذه الطريقة. ولكن ممكن يلعب التمرين بهذا الشكل، بهذه الطريقة. هذه الطريقة خاطئة، لأن لاحظ من هذه الزاوية أثناء طريقة الذراع بهذا الشكل ما قاعد تتحرك معي عضلة المثلثات على أساس تتحرك معي بشكل صحيح. لاحظ فقط حرك منطقة الأكتاف بهذه الطريقة. عدد التكرارات راح يكون 15 تكرار في 3 جولات. هذا التمرين الأول. التمرين الثاني راح يكون كالتالي، ولكن نوعا ما راح أقصر من سير المقاومة وأسحب بهذه الطريقة. هذه الطريقة أيضا راح تساعدني بشكل كبير على استهداف عضلات المثلثات. لاحظ بهذا الشكل وبهذه الطريقة أيضا الذراع ثابتة معي، انحناء الذراع نوعا ما بهذه الطريقة، الأكتاف قاعد تتحرك إلى الأعلى، مما تساعدني على استهداف عضلات المثلثات الأمامي. عدد التكرارات 15 تكرار في 3 جولات. التمرين اللي بعده راح يكون كالتالي. راح استهدف اللي هو عضلات السواعد، راح أحرك بهذه الطريقة وبهذا الشكل. لاحظ الذراع ثابتة معاي بهذه الطريقة، فقط قاعد أحرك مفصل اليد بهذا الشكل، مما يساعدني على استهداف هذه المنطقة من منطقة السواعد. عدد التكرارات راح تكون 15 تكرار في 3 جولات. التمرين اللي بعده أيضا راح استهدف فيه عضلة السواعد، راح أحرك بهذا الشكل وبهذه الطريقة. هذا التمرين راح يساعدني على استهداف السواعد الداخلية اللي هي في هذه المنطقة. لاحظ بهذا الشكل وبهذه الطريقة. أخذ الذراعين مع بعض وأحركهم بهذه الطريقة. عدد التكرارات راح يكون 15 تكرار في 3 جولات. التمرين اللي بعده أيضا تمرين راح يستهدف عضلة السواعد، راح أحرك الذراع بهذه الطريقة وبهذا الشكل. هذا التمرين راح يكون المرفق ثابت بجانب الخصر، فقط أصعد في الذراع بهذا الشكل، مما يساعدني على استهداف هذه المنطقة من منطقة السواعد وبهذا الشكل. عدد التكرارات راح يكون اللي هو 10 تكرارات في 3 جولات. وهذه كانت تماريننا في هذه الحلقة، أتمنى أنكم استفدتم منها. نلقاكم بحلقات مقبلة بتمارين جديدة، وتقبل الله طاعتكم.